في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لإحداث نقلة نوعية في سلسلة مشاريعها التي تعزز الطاقة والبيئة، افتتحت الهيئة مؤخرا مشروع مواقف السيارات المزود بالألواح الشمسية التي تنتج الطاقة المتجددة والنظيفة. مجانية متاحة لا تنضب، نظيفة دون مخلفات أو أضرار بيئية، تلك هي الطاقة الشمسية، المصدر الأكثر انتشاراً للطاقة المتجددة والقابلة للتحويل إلى طاقات متعددة الحرارية منها أو الكهربائية. إنتاج طاقة آمنة وغير مكلفة، والأهم أنها صديقة للبيئة، يعززه مشروع مواقف السيارات المزود بالألواح الشمسية والذي بدأ تنفيذه في الإمارة. المكان: المواقف الخارجية المقابلة لمبنى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة. الفكرة: استخدام ألواح شمسية لتوليد الطاقة النظيفة. مشروع طموح طبقته الهيئة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز ثقافة الاستدامة. افتتحت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مواقف المزودة بالطاقة الشمسية في حول 240 لوح للطاقة الشمسية، ينتج كل لوح تقريباً 530 واط. الهدف منها توفير الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة والمباني الخضراء. مشروع عندنا متصل بغرفة الكهرباء اللي موجود في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، فنستخدم الطاقة في الإنارات في الكهرباء عندنا عن طريق الاتصال غرفة الكهرباء. طموح الهيئة لم يتوقف عند هذا الحد، فهي تسعى لتوليد إجمالي طاقة كهربائية تصل إلى 205 آلاف واط في العام. من خلال الدراسات اللي تعملها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إن شاء الله مش بس مواقف، إن شاء الله نسوي لهم مباني مزودة بالألواح الشمسية. وتحقيقاً للهدف البيئي، يضم المشروع شواحن سيارات كهربائية في الموقع ذاته تسهم في نشر ثقافة الاستدامة بين موظفيها. وفرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 4 شواحن لأربع سيارات، لكل شاحن ينتج تقريباً 22 كيلو وات. الشواحن الكهربائية تخدم موظفي هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حالياً. إن شاء الله في المستقبل في دراسة أن إن شاء الله في أماكن ثانية ستطبق هالمشروع الطاقة الشمسية للحد من الانبعاثات الكربونية. نشكر كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتوفير شواحن كهربائية. طبعاً وفرت لنا الوقت، وفرت لنا جهد كثير الصراحة، طبعاً بدون تكلفة، وعززت لنا الاستدامة في الإمارة. إذن هي خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية، فالمشروع يكمل سلسلة مشاريع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الداعمة لخطة الإمارة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار.